العصابات الإجرامية لا تستغل في هذا الظرف، تقوم بسرقات المحلات، سرقات المنازل، سرقات أملاك الناس. تشحن همم عناصر الأمن الوطني لصطيف بدقائق قبل انطلاق سفرات الإنذار لفرض الحجر الصحي الممدد من الساعة الثالثة زوالا، بعد خطة محكمة يرسمها رئيس مهندسي عمليات الانتشار والمداهمة لكل النقاط السوداء عبر ربوع الولاية. قوات كاملة يخدموا بالتناوب وبنظام الفرق، سواء كان في أمن الولاية مقر الأقسام الحضارية أو الجهات تاع السكنات أو في أمن الدوائر أو في ربما بعض الأقسام الحضارية الخارجية، كلهم مجندين، وهذا هو العمل اليومي إلى غاية يفرج رب العالمين إن شاء الله ويرفع عنا هذا الوباء. عنصر المباغتة لقوات الأمن والدوريات المفاجئة بالزي الرسمي والمدني غالبا ما تنتهي بانتشال كل شقي يجد متعة في كسر الحجر الصحي للتباهي برعونة أمام أقرنائه، بدل المسؤولية في التعامل مع فيروس قادر على أن يتسبب فيما لا يحمد عقباه لمن هو أقرب من الحبل الوريد. أنت قادر تهز المرض تمدوا للجيران تمدوا لصحابك ونعشيو في نسبة تزيد أنت والعائلة تاعك والمجتمع اللي راك داير بيه. إلى أن يعم الوعي الحقيقي عند السواد الأعظم من أبناء الوطن الحبيب بخطورة الخروج من البيت من غير سبب قاهر، يبقى مخاطرة إخواننا من أصحاب البدلات الزرقاء في مواجهة هذه الجائحة نارين أحلاهما مر.